كلنا كده من وقت للتاني بنحب ندور على وصفات جديدة تكون سهلة وسريعة، علشان كده حبيت أعمل معاكم الوصفة دي. عايزة أقولكوا وهتنبهروا من طعمها. هنعمل صدور الفراخ بالصوص الجميل جدا جدا ده اللي هياخدكم لعالم تاني. هتحسوا ان انتوا أكلتوا غدوة كده في أفخم المطاعم. مفيش حد هيدوق الأكلة دي من إيدك إلا وما هيقولك اعمليها لنا بكرة تاني، أنا متأكدة. اعمليها كده وانتي مغمضة واثقة في نفسك، هتجهزيها كمان في دقايق معدودة. قبل ما نبتدي وصفتنا الجميلة دي، ما تنسوش اعملوا لي لايك وشير للفيديو. هنستخدم النهارده صدور الفراخ. قطعوها بقى بالطريقه اللي تريحكم، لكن انا هقول لك انا قطعتها ازاي. انا بشيل الحته اللي هي الفليتو اللي من ورا دي، وبعدين بقطعها كده. ولو هي هتبقى طويله معاكي كده ممكن تقطعيها نصين. كمان في طريقه تانيه، لو قطع صدور الفراخ سميكه ممكن نقطعها نصين كده بالطول، وبعدين نصين بالعرض، علشان تبقى معانا شرايح زي ما انتم شايفين كده، يعني يشبه تقطيع الشاورما. خلاص كده قطعنا صدور الفراخ، مش هنحط فيها ولا اي حاجة. هنجيب طاسة وممكن تحطوا فيها زبدة مع زيت، او ممكن سمنة او ممكن زيت اللي يريحكم. اهم حاجة ان احنا مش هننزل بالفراخ في الطاسة غير ما تكون الطاسة سخنة جدا، او الزيت او السمنة يكون سخن جدا جدا. ليه بقى؟ علشان صدور الفراخ ما تنزلش المية اللي فيها، علشان لو نزلت المية دي هتبقى يعني ناشفة شوية معاكم. كلنا بندور دايما على صدور الفراخ اللي بتكون جوسي كده من جوة وطرية. هقولكوا ازاي تخلوها برضو طريه وجوسي. بصوا، ما بنقلبش الفراخ اول ما بننزلها في الطاسه، بنستنى لما تاخد لون كده في الناحيه اللي تحت، وبعدين بنقلبها على الناحيه اللي فوق. هتلاحظوا الناحيه اللي تحت افتح لونها كده وبقى ابيض، ده معناه ان المسام بتاع صدور الفراخ خلاص اتقفلت، فمش هتنزل الميه اللي فيها. مش هقلبها كتير، هستنى كده لما يكش حجمها كده وكلها كده يبقى لونها ابيض. يعني مفيش اسهل من كده. لو انت اول مره تدخلي المطبخ، اعملي بس الخطوات البسيطه دي اللي بقولك عليها، هتطلع معاكي النتيجه ممتازه. بنقلب كل شويه كده تقليبه بسيطه في صدور الفراخ لغايه ما يبقى لونها ذهبي كده، يعني تاخد لون اشقر بسيط كده، يعني كانها داخله على مرحله الاحمرار، بس يعني مش هنخليها تحمر قوي عشان ما تنشفش. بصوا، يعني انتوا هتتفاجئوا ان صدور الفراخ اصلا يعني استوت بنسبه 75%. بعدين بطلع صدور الفراخ بالراحه كده في طبق، وهقول لكم بعد كده هنعمل ايه. شايفين لونها لازم يكون بالشكل ده. بعد ما خرجناها في الطبق كلها كده، هنركنها على جنب، وبعدين هنروح للطاسة. هي لو كانت السمنة اللي فيها قليلة ممكن تضيف شوية سمنة صغيرين، ولما تسخن بنضيف عليها بصلة يعني تكون مفرومة ناعم، ما يحبذش ان احنا نقطع البصل قطع كبيرة. انا احتجت ملعقة سمنة، فضفت ملعقة. بقلب البصلة لغاية ما يبقى لونها ذهبي كده، وبعدين هضيف عليها ملعقة كبيرة ونص من الدقيق، وهنقلب الدقيق كويس مع البصل لغاية ما يتحمصوا الاتنين كده مع بعض، زي ما نكون بنعمل البشاميل. تمام كده، بنقلب الدقيق. والخطوة اللي بعد كده، يعني لما تحسوا انه خلاص كده الدقيق اندمج مع البصل، بنضيف ملعقة كبيرة من الصلصة، صلصة الطماطم العادية. الصلصة دي على فكرة انا عاملاها في البيت، سواء جاهزة او معمولة في البيت، يعني كفاية قوي ملعقة كبيرة. هقلبها كويس مع البصل ومع الدقيق لغاية ما يبقوا كده كلهم خليط واحد، ما يبقاش فيه الوان. وبعدين هنضيف كوباية مليانة من الحليب، وهنقلبهم زي ما نكون بنعمل بشاميل بالظبط. بنقلب بالراحة، وما تقلقوش مش هيتكتل ولا يحصل له اي حاجة. يعني الوصفة دي عايزة اقولكم من اسهل الوصفات اللي ممكن تعملوها. بعد ما يدوب الدقيق كده وباقي المكونات مع بعض، بنضيف كوباية تانية تكون دافية، وهنضيف معاها مكعب مرقة. ولو عندك شوربة ممكن تضيفي كوباية شوربة بدل كوباية المية، لكن اسهل حاجة انا قلت استخدمها معاكم النهاردة هي المية. ضفت عليها مكعب مرقة. لو مش حابة تضيفي مكعب المرقة ممكن تضيفي توابل الفراخ. كده كده احنا هنتبلها دلوقتي. بصوا بقى، اول حاجة ضفتها ملعقة صغيرة من الملح ونص ملعقة السكر، ولازم تضيفوا نص ملعقة السكر. وبعدين هنضيف ربع ملعقة فلفل اسود. بصوا التوابل الجميلة اللي هنعملها دي دلوقتي هتخلي طعم الاكلة يعني سوبر لوكس. بعدين هنضيف نص ملعقة صغيرة من الثوم البودرة، وبعدين هنضيف ملعقة صغيرة مليانة. انا هضيف من خلطة التوابل بتاعتي، ممكن تضيفي البديل توابل الفراخ، يعني بهارات الفراخ، او ممكن السبع بهارات او بهارات اللحمة. بصوا ما تعقدوش الدنيا، حطوا البهارات اللي انتوا بتحبوها. لو مش عندك اي حاجة ممكن تضيفي مكعب مرقة وربع ملعقة فلفل اسود ونص ملعقة بابريكا، وايه تاني،
والملح طبعا والسكر اللي احنا ضفناهم في الاول. يعني ضيفوا البهارات اللي انتوا بتحبوها كده من الاخر. انا عايزاكم تبسطوا الدنيا كده وما فيش حاجه توقفكم، طالما خدتي قرار انك هتعملي الوصفه حلوه هتطلع معاكي زي السكر، ما تقلقيش. بعد ما يغلي الصوص كده ويتجانس كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين الخليط كله ناعم، برجع اضيف الفراخ وبنزل كل الصوص والبهاريز والحاجات الجميله اللي في الطبق دي كلها وبقلبهم كويس مع بعض. الفراخ احنا ما ضفناش عليها في البداية ولا ملح ولا توابل ولا اي حاجة، علشان لو ضفت توابل ممكن تتحرق وتاخد لون غامق، ولو ضفت ملح ممكن تنزل المية اللي فيها. فدلوقتي هي هتشرب من الصوص الجميل ده وهو فيه كل الخلاصة، في المرقة وفي الحليب وفي كل حاجة. لو مش عندك حليب على فكرة ممكن تقلبه ملعقة لبن بودرة في مية دافية، وبعدين بنقلبهم كويس مع بعض علشان برضو الفراخ تتطعم من الصوص الجميل ده. على فكرة الوصفة دي تعتبر اقتصادية، احنا ولا ضفنا كريم الطهي ولا اي حاجة، خلاص كده الوصفة بقت جاهزة معانا. دلوقتي هنعمل الرز. انا ضفت 3 ملاعق كبار من الزيت، ولما سخن قلبت فيهم كوباية من الشعرية، ولما احمرت كده ضفت ليها كوبايتين من الرز المصري العادي، غسلتهم وما نقعتهمش ولا اي حاجة، صفيتهم من المية وهقلبهم مع الشعرية لغاية ما يبقى لونهم كده ذهبي. وبعدين انا بحب اضيف الملح واقلبه مع الرز علشان بيخليه يحمر بسرعة، يعني يتحمص بسرعة. قلبوا لغاية ما توصلوا للون اللي انتوا بتحبوه، وبعدين بنضيف المية، ويفضل لو انتوا مستعجلين ضيفوا مية مغلية. بنضيف المية لغاية ما تبقى يعني اعلى من الرز بحوالي سنتي، وبعدين بنقلبها بسرعة كده ونغطيها، ولما المية تغلي بنوطي عليها النار ونسيبها تستوي على نار هادية جدا جدا. ودي افضل طريقة علشان الرز يطلع مفلفل معاكي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى مفلفل ورزاية رزاية وحاجة كده اخر جمال. بصوا بقى الوصفة بتاعتنا الجميلة دي، لو القوام حسيت ان هو تقيل معاكي ممكن تخففيه على فكرة بالمية. دلوقتي هغرف معاكم الاطباق، وانا بحب اشكل الرز بالبريوش الجميل ده، وبعدين بنضيف الفراخ مع الصوص الرهيب ده على جنب كده، بيبقى شكل الطبق جميل جدا جدا، يعني كأنك اخدتيهم في مطعم فخم كده وغديتيهم. عايزه اقول لكم الوصفه دي من ألذ واطعم الوصفات اللي ممكن تعملوها او تاكلوها. انا متاكده لو عملتيها النهارده هيقولوا لك بكره اعمليها لنا تاني. حاجه كده رهيبه، طعمها بجد بجد زي السكر، وخفيفه جدا جدا، يعني دي الميزه الرهيبه اللي فيها. بتمنى من كل قلبي وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم، وليا طلب عندكم، وبتمنى بس ترفعوا الفيديو بلايك حلو منكم، اللايك بيفرق معايا كتير. بكرة بإذن الله هتقابل معاكم تاني مع وصفة جديدة على مطبخكم، مطبخ ناهد فاروق. بحبكم جدا.